بيعادلوا لا في شيء، كل القضاة برجيين طبعاً للسياسية. كنا امبارح قدام مهزلة قضائية، اليوم قدام مهزلة أمنية عم يصير، عم يعتدوا على الناس وعلى أهل الضحايا. ويسقط غسان عويدات. شو نحن هون لأنه في قاضي اسمه غسان عويدات حب يعني هيك عن غير حق يطلع كل موقف بقضية المرفأ، وهو كمان مطلوب بالقضية، خلت 17 موقوف. رسالة كثير واضحة، امبارح كل أهلي محقونين ومعصبين. هول الموقفين طلعوا ولا حدا بعد مبرئهم، بالنسبة لنا طلعوا وهن مش برئين لهلا، لو برئهم القرار رح نقبل، فكل شيء بيصير معهم أو إذا بيلتقوا بحدا من الأهالي بالشارع بيتحمل مسؤولية غسان عويدات. يا عويدات ويا سميح! إيه غسان عويدات، أنت بأيار 2020 تجيك مراسلة من أمن الدولة بتقلك في مواد متفجرة على مرفق بيروت، شوفوا شو بدكم تعملوا فيها. بيرد عليهم غسان عويدات بيقول لهم ترك المواد المتفجره وتعيير حارس قضائي، ومن هون بتبلش اللعبه، من هون بتبلش اللعبه اللي لعبت امبارح. طبعا ما في اليوم تيجي غسان عويدات، ايه انت مش بس عند المحقق العدلي مطلوب، انت مطلوب كمان عند دم عند اهالي الضحايا. اليوم نحن موجودين قدام قصر العدل اعتراضا اول شيء باللي صار امبارح مع المجرم غسان عويدات يلي هو كان متنحي من الملف، وكونه كان عارف بنترات الأمونيوم، كونه عنده كمان علاقة مع متهمين ومدعى عليهم مثلهم، واللي هو كمان فينا نقول مشارك السلطة بتفجير المرفأ، وكمان والأبشع من هيك اليوم كمان كانوا عم بيدعوا على جلسة كرمال قاضي بديل. هيدا القاضي البديل يلي هن متوقعينه يلي هي سمراندا نصار، يلي من يومين كانت موجودة عند وزير العدل وكانوا عم بيطبخوا سوا كيف معقول يجيبوها قاضي بديل، بدهم يجربوا يبرقوا كل الرؤساء والوزراء المطلوبين على التحقيق، وكمان الأمنيين يلي هن كمان بيعتبروا انه عندهم حصانات وما في مين يدق فيهم. هول مجرمين بكره بدهم يعكوكم.